لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة علي سعد. مثل ما تعودنا سابقا أن نسلط الضوء على أهم التعاقدات التي تجريها الأندية الرياضية المحلية مع اللاعبين المحترفين، مثل ما سلطنا الضوء سابقا على نيثان كابيسيلي الوافد الجديد إلى نادي الديوانية، ومن قبله كان مع اللاعب رينكون الوافد الجديد إلى نادي زاخر. اليوم راح نسلط الضوء على ماكسي رولان اللي تعاقد قبل يومين مع نادي الديوانيه، وايضا كانت الصفقه يعني مهمه جدا. وفي سياق هذا السلايدات انه راح نعرض يعني ما هي وما عليها لهذه الصفقه المهمه. فمن المعلومات والاحصائيات اللي جمعتها حول هذا اللاعب انه الجنسيه من الارجنتين والعمر 25 عام، القدم المفضله هي اليمنى، المركز المفضل لهذا اللاعب المهاجم وخاصة جناح اليسار انه يميل كثيرا على جهة اليسار، معدل التقييم العام 6.55 اذا هو متوسط وقريب من اداء نيثان كابيسيلي الوافد الجديد الى نادي الديوانية اللاعب البلجيكي، وايضا هو قد يكون قريب لبعض لاعبي دورينا في هذا التقييم. الوكالة الخاصة بتسويق هذا اللاعب كانت سابقا يعني وما زالت حاليا يعني قبل توقيع العقد مع نادي الديوانية كانت وكالة كورنوسو الرياضية. من الاحصائيات المهمة انه مثل نادي برشلونة تحت عمر 16 و18 و19 سنة للموسم الرياضي 2011 و12 و13 و14 و15. مثل نادي برشلونة بي للموسم الرياضي 2015 2016، واثناء ما بديت يعني ابحث حول هذا الموضوع يعني لفت انتباهي موضوع مهم جدا انه كان اللاعب هو زميل لمنير الحدادي وادام تاوي، وخاصه ادام تاوي اللاعب المهم في الدوري الانجليزي مع نادي ولفرهامبتون، وحاليا قيمته التسويقيه مع ولفرهامبتون 20 مليون يورو، وايضا هو اللاعب خاض يعني موسمين مع برشلونه بي قبل ان ينتقل الى الدوري الاسباني ومن بعدها انتقل الى ولفرهامبتون الانجليزي. فهذه كانت يعني معلومه مهمه ومثيره انه كان زملاء لهؤلاء اللاعبين. من المعلومات المهمه انه ايضا مثل نادي سانتوس البرازيلي بتاريخ 16/2/2016 مقابل 250,000 دولار لغايه 27/5/2016. كل الانديه اللي راح نذكرها بالحلقه اليوم كانت تعاقداتها وفق 250,000 يورو، الا النادي اللي راح نذكره اللي هو قبل نادي الديوانيه كانت قيمته 200,000 دولار، لكن مع نادي الديوانيه حقيقه يعني الصفقه لم يعلن عنها من ناحيه القيمه الماليه، هل هي فعلا كانت 200,000 دولار ام اقل ام اكثر، لكن وقيمته التسويقيه في بورصه اللاعبين 200,000 دولار. من الاحصائيات المهمه الاخرى انه مثل نادي سيدي لوبو الاسباني في الدرجه الثانيه بتاريخ 25/7/2016، وايضا مثل نادي ارسنال ساندي الارجنتيني بتاريخ 26/8/2017، اي يعني ما يقارب موسم كامل من انتقاله من اسبانيا الى الارجنتين. ايضا مثل نادي كوبيكو البوندي شيلي اللي هو بتاريخ 22/1/2018، اذا هو خاض اكثر من تجربه على موسم واحد. من الارقام والاحصائيات المهمه ايضا فريق كوبيلاي كاساس الإسباني بتاريخ 13/1/2018، حقيقة كل البورصات العالمية الخاصة باللاعبين والأندية الرياضية ما تمتلك أي معلومات حول هذا النادي، فبالتالي يعني سوف تغيب الإحصائيات لهذا اللاعب مع هذا النادي، لأن كل الإحصاءات والأرقام في بورصة اللاعبين خصوص هذا الفريق غير متوفرة غير موجودة، فبالتالي أي معلومات للاعب في هذا النادي غير معلومة، فقط أنه هذا الفريق هو في إسبانيا. من المعلومات المهمة أيضا أنه بتاريخ 27/10/2018 ولغاية 8/2/2019 اللاعب لا يمتلك أي فريق، بمعنى أنه بعيد عن أجواء المنافسات وبعيد عن التدريبات الجماعية في هذا التاريخ. أيضا من الأحصاءات المهمة أنه مثل نادي فوزو أميرال الإكوادور، هذا في الإكوادور بتاريخ 9/2/2019، يعني أريد شوية أركز على هذا الفريق. حقيقة يعني الترانسفير ميركر من سلطت الضوء على هذا الفريق كانت ترجمتها باللغة العربية أنه هذا الفريق هو في الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي، فالمعلومة اللي كانت متوفرة عندي أنه هذا يلعب في الدوري الإكوادور، فبالتالي من إجيت
انه يعني ابحث عن مصدر هذه المعلومات اكثر حتى نوثقها، حتى من ننشر اي معلومه احنا يعني صادقين في نشر هذه المعلومه. فدائما ابحث عن مصدر هذه المعلومات واقارنها مع معلومات اخرى وابحث عن جوده هذه المعلومات ومصدرها. فمن كثره البحث حول هذه المعلومات كانت متضاربه، يعني مثل ما نوهت سابقا انه التعامل مع الترانسفير ميركل ليس بشكل كبير، لكن مع بورصات عالميه اخرى انا اتعامل لان هي اكثر جوده من ناحيه المعلومات ومصدرها. فمن اجل يعني سويت مقارنه مع هذه المعلومات انه نعم يعني هذا الفريق موجود فوزا اماريلا لكنه ينتمي الى الدوري الايطالي. من بديت ابحث عن اسم هذا الفريق في الدوري الايطالي الدرجه الاولى الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه ما موجود اي معلومه حول هذا الفريق. من ذهبت الى اجنده نادي يعني الدوري الاكوادوري لا هذا الفريق فعلا هو موجود في الاكوادور. فبالتالي يعني اي معلومه نجدها في اي بورصه اللاعبين والانديه الرياضيه نحاول نبحث عنها في بورصات اخرى حتى نكون اكثر يعني جوده في تقديم المعلومات. ايضا من المعلومات المهمه انه بتاريخ 4/9/2019 هو بدون فريق لغايه توقيع العقد مع نادي الديوانيه بتاريخ 15/8/2020. يعني حسب الموقع الالكتروني الخاص بنادي الديواني انه تم توقيع العقد بتاريخ 15/8/2020، بمعنى انه من 4/9/2019 ولغايه توقيع العقد اللاعب لا يمتلك نادي وبعيد عن التدريبات الجماعيه. فبالتالي هاي يعني يعد خطوه مهمه الى شركه التسويق اللي هي تمتلك هذا اللاعب في اليه تسويق وحصوله على يعني عرض مهم جدا من نادي الديواني. ايضا القيمه التسويقيه في بورصه اللاعبين 200,000 دولار. انا مثل ما يعني نوهت سابقا انه كانت قيمته التسويقيه سابقا 250,000 دولار، لكن حاليا هي 200,000 دولار. وهذه عده اسباب، من الاسباب المهمه انه انتقال اللاعب الى الانديه كان قليل جدا، مشاركاته ايضا هي قليله جدا. القيمه التسويقيه غالبا ترتفع من خلال نشاط وكلاء الاعمال اللي يمتلكون اللاعب، فبما انه اللاعب كان قليل الانتقال قليل المشاركه فبالتالي شركه التسويق لابد انه تنزل من قيمه اللاعب حتى تستطيع ان تسوقه بشكل مهم جدا وبشكل مقبول، وهذا ايضا ما حدث. فبالتالي يعني مع نادي فوز اميرال هي قامت بعمليه خفض 50,000 دولار من قيمه اللاعب في بورصه اللاعبين، استطاع ان يحصل مباشره على عقد من الاكوادور. فبالتالي احيانا يعني خفض القيمه التسويقيه ممكن يكون يعني مهم جدا حتى ممكن نستقطب عروض مهمه من الانديه الرياضيه. لكن على المستقبل يعني اذا ما شارك مع نادي الديوانيه، وانا اتمنى انه يشارك لمده موسمين او موسم ونصف مع نادي الديوانيه حتى ترتفع القيمه التسويقيه، فبالتالي بالمستقبل نادي الديوانيه يكون لديه القدره على تسويقه. وانا متاكد انه في المستقبل راح يجني نادي الديوانيه من هذا التعاقد وايضا مع ناثان كابسيلي يعني ما يقارب الضعف من القيمه التعاقديه ومن الاموال التي صرفت على هؤلاء اللاعبين. ايضا من الارقام والاحصائيات المهمه انه مثل منتخب الارجنتين تحت 20 سنه في بطوله كاس العالم عام 2015 ولم يشارك باي مباراه. ايضا من الاحصائيات المهمه انه مثل منتخب الارجنتين تحت 20 سنه في بطولة أمريكا عام 2015 ولعب 3 مباريات وسجل هدف واحد وكان مدة اللعب في هذه 3 مباريات 104 دقيقة. أيضا هو مثل في مباراة دولية منتخب الأرجنتين، يعني أنه استدعي إلى منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة في الفيفا داي ولم يشارك في المباراة. سنانا نجي راح نفصل كل الأحداث والأرقام اللي تكلمنا بها سابقا مع الأندية الرياضية. إنه لعب مع نادي الأرسنال الأرجنتيني 4 مباريات، معدل اللعب في المباراة الواحدة كانت 24 دقيقة، لم يسجل هدف، دقة الأداء العام مع نادي الأرسنال كانت 88%، الدقة في ملعبه كانت 94%، وهذا مؤشر مهم جدا، الدقة في ملعب المنافس 73%. الدقة في ملعبه 94% يعني أنه اللاعب لا يلعب مهاجم كثيراً في منطقة البوكس، أنه يميل كثيراً إلى أنه النزول إلى لاعبين الوسط للإستلام
وحتى لو يعني شاهدتم ملخصات لهذا اللاعب على مستوى المنتخب او مع الانديه الرياضيه القليله اللي شارك فيها، انه يميل كثيرا الى النزول الى اللاعبين الوسط للاستلام، وهذا يعطينا ايضا مؤشر انه يشابه ناثان كافاسيلي اللاعب البلجيكي بناحيه الاداء. فبالتالي في المستقبل على الطاقم او الملاك التدريبي ان يوجد توليفه بين هؤلاء اللاعبين، بمعنى انه ممكن ان يلعب هؤلاء اللاعبين الاثنين باليمين وباليسار كلاعبين لهم القدره على النزول الى لاعبين الوسط للاستلام، مع وجود راس حربه ثالث قد يكون لاعب محلي او لاعب يعني اجنبي يكون دائما متواجد في منطقه البوكس او ال 18 الخاصه بالمنافس. هذا ايضا من المؤشرات المهمه. نسبه المراوغات كانت 100% انه اللاعب يمتلك مهارات جدا عاليه، وكان معدل التقييم 6.55. مع نادي سيدولوغا الإسباني خاض مباراتين فقط، كان معدل اللعب 14 دقيقة ودقة الأداء 80، والدقة في ملعبه كانت 67 والدقة في ملعب المنافس 86. يبدو أنه في مع نادي سيدولوغا كان يعني تم توظيفه بشكل مختلف، أنه التواجد في منطقة المنافسين أكثر وتبعا للمهارات والقدرات اللي يمتلكها، فبالتالي انه استطاع ان يحصل بنسبه 86%. لكن على مستوى المراوغات يعني لم تحدث اي مراوغات لانه خاض يعني مباراتين فقط، فممكن ان تكون يعني تم توظيفه بشكل مختلف عن ما كان مع نادي الارسنال الارجنتيني، وحصل على معدل تقييم اداء 6.50. ايضا كانت تجربته مع نادي سانتوس البرازيلي في مباراتين ومعدل لعب 13 دقيقه، دقة الأداء كانت 75، الدقة في ملعبه 100%. هذا يعطينا أيضا مؤشر ويؤكد على المؤشرات اللي تم تسجيلها أنه يميل كثيرا إلى النزول إلى لاعبين الوسط للاستلام، وهذا على الملاك التدريبي أن يتعامل باحترافية مع هذه الأحصائيات وآلية توظيف هذا اللاعب في المستقبل. الدقة في ملعب المنافس 61%، نسبة المراوغات كانت 50%، والتقييم العام كان 6.40. مع نادي سيدولوغا الإسباني مثل ما نوهنا سابقا ونكرر أنه خاض يعني مباراتين، وكان معدل اللعب 14 دقيقة ودقة الأداء كان 80، هذه إعادة مع نادي سيدولوغا، وفي ملعبه كانت الدقة 67 ومع المنافسين كانت 86% ومعدل تقييم 6.50. لابد أن نسلط الآن على يعني أهمية الصفقة من مجال الاستثمار والتسويق. أنا سجلت يعني 4 نقاط يعني أتمنى أنه يعني تؤخذ بنظر الاعتبار بالمستقبل من إدارات الأندية، وخاصة على مستوى نادي الديواني، وأنا كل ثقة أنه يعني يمتلكون الآن رؤية تسويقية بناء على هذه الانتدابات. يعني إمكانية تسويق اللاعب من الآن، يعني من لحظة توقيع اللاعب ناثان كافاسيلي وماكسي رولان الأرجنتيني، لابد أن يسوقون من الآن قبل حضورهم إلى بغداد، من أجل أن ترتفع قيمتهم التسويقية في المستقبل، وبالتالي تستثمر هذه المواهب وأن تعود في المستقبل مع نادي الديوانية بعوائد تسويقية استثمارية عالية. وأنا أعتقد أنه المبالغ التسويقية الاستثمارية المستقبلية ستكون الضعف على نادي الديوانية إذا ما تعامل بشكل تسويق احترافي من الآن، يعني قبل مجيء اللاعبين إلى بغداد يجب أن يسوقوا حقيقة. يعني الإعلام الآن كله مسلط على هذه الصفقات، يعني الشارع الرياضي مهتم جدا على هذه الصفقات، فبالتالي استطاعت هذه الصفقات أن تخلق يعني بيئة مناسبة لعملية طرح المنتجات الرياضية اللي تحمل أسماء اللاعبين حاليا وصورهم، فبالتالي أصبحت البيئة مناسبة للاستثمار والتسويق من الآن لنادي الديواني، وحتى مجيء اللاعبين ممكن أن تعود عليهم بعوائد تسويقية عالية. النقطة الثانية مثل ما نوهت أنه ستعود بالعائد المادي العالي للنادي إذا ما وقع إلى موسمين. أعتقد أنه التوقيع لموسمين سيكون مهم جدا، لأن موسم واحد ما راح يعطيك الحرية والمساحة باستثمار هؤلاء المحترفين وتسويقهم، لأن قانون الاتحاد الدولي يقول بمجرد أنه تمضي 6 أشهر على عقد اللاعب، فبالتالي ممكن أن يفتح أي قناة تواصل مع أي نادي من دون أن يرجع إلى النادي الأصل، وبالتالي سوف يعني يضيع كثير من عوائد الاستثمار والتسويق على نادي الديوانية. فبالتالي انه توقيع العقد لمدة موسمين راح يستطيع انه يسوق هذا اللاعب بشكل صحيح، وان يستثمر من كل العوائد التسويقية المالية اللي تعود على النادي بالفائدة في المستقبل. في بوصات اللاعبين يعني حقيقة لغاية هذه اللحظة
وخاصة الترانسفير ميركا اللي غالبيا من يعني الأصدقاء اللي يتعاملون مع هذه البورصة، أنه أشارت أنه اللاعب انتقل حاليا إلى نادي، لكن بين قوسين هلالي أنه النادي غير معروف. فبالتالي الآن على إدارة نادي الديوانية أن تشترك حاليا في كل بورصات اللاعبين، وخاصة للترانسفير ميركا، لأن حقيقة يعني كل الأصدقاء يشاركون الترانسفير ميركا، وأنا يعني أدعوهم أنه يشتركون في بورصات أخرى خارج الترانسفير ميركا، لأن حقيقة بورصات العالمية للاعب والأندية الرياضية كلش يعني كبيرة في المجال الإلكتروني، وآلية التعامل معها جدا سهل، لكن يحتاج لك أكثر من مرة أنه تتعامل مع البورصات حتى بالمستقبل يعني تنمي لديك الخبرة في التعامل مع البورصة. فبالتالي على النادي الديواني أن ينضم إلى البورصات وخاصة الترانسفير ميركا، وأن يقوم بتعديل هذه المعلومات من خلال إنشاء يعني حساب خاص، وأن ينشر كل المعلومات التي أجرت على هذه الصفقة حتى يكون اسم النادي معروف داخل الترانسفير ميركا، وأن تعدل يعني قيمة اللاعب. الآن هي ما زالت قيمة اللاعب 200,000 يورو، فبالتالي ممكن تكون اتصالات مع هذا اللاعب وهو أيضا موقع مع نادي الديوانية، فبالتالي لابد أنه يعني تكون هنالك أبديت لهذه المعلومات على الترانسفير ميركا. وأنا أفضل أنه الآن قيمة تسويقية أنه يعني يفرضها نادي الديوانية أن تكون 700,000 يورو حاليا، وأن يكون الشرط الجزائي يعني 1,000,000 يورو لمن يريد أن يتعاقد مع هذا اللاعب، وأن يكسر الشرط الجزائي، وأن تكون قيمة نجاح ما إذا نجحت هذه الصفقة في المستقبل أن تكون يعني 50,000 دولار أو 50,000 يورو. هذا لابد أنه من الآن نادي الديواني أن تسجل هذه الأرقام على الترانسفير ميركر أو أي بورصة يعني عالمية للاعبين والأندية الرياضية، إذا ما تحب أنه تقوم من الآن بعملية تسويق اللاعب، وأن تعلن بأنه اللاعب متاح لعملية البيع، يعني ماكس يولان وحتى نيثان كابيسيلي هم متاحين للبيع حاليا، لكن القيمة حاليا لماكس يولان يجب أن ترتفع من 200 إلى 700، وبناء عليه أنه استطاع أن يخوض يعني عقد مهم مع نادي الديوانية وأن تسلط الأضواء. وغالبا تكون يعني ارتفاع هذه القيمة التسويقية لهذه الأرقام في الترانسفير ماركت أو غير بورصة من خلال عمليات التسويق والاستثمار اللي تقوم بها شركات التسويق والأندية التي تمتلك اللاعبين. أحياناً الترويج لهذه الصفقات ممكن أن يرتفع قيمة اللاعب التسويقية اللي مسؤولة عنها الأندية الرياضية ووكلاء اللاعبين. أما ما يخص نيثان كابيسيلي فلا بد أن ترتفع أيضاً قيمة التسويقية من 325 ألف دولار إلى أن ممكن أن تصل إلى 1,000,000، وهذا ممكن الأندية الرياضية وخاصة النادي الديواني اللي أصبحت هي الآن تمتلك هؤلاء اللاعبين بناء على العقد المضرم أن تدخل على الترانسفير ماركت وأن تضع هذه الأرقام والأحصائيات، ولا يعني لابد أن تتشاور أيضا مع اللاعبين والجلوس مع يعني الشركة الخاصة اللي تمتلك اللاعب، أو يعني هي أقرب إلى أن تكون يعني وكيل أعماله في المستقبل. النقطة رقم 4، يعني أريد أن أضيف نقطة مهمة، هل سيحقق يعني هذه الانتدابات إضافة مهمة للنادي؟ حقيقة أنا نوهت سابقا أنه مثلا كابيسيلي لوحده ما ممكن أنه يخلق إضافة كبيرة جدا على نادي الديوانية، فبالتالي يعني إضافة ماكسي رولان إلى هذه الصفقة سيشجع مثلا كابيسيلي وكل أعضاء الفريق والملاك التدريبي الخوض يعني تجربة مهمة في الموسم الرياضي القادم، إضافة إلى على نادي الديوانية أن يقوم بعمليات انتداب مهمة على المستوى اللاعبين المحليين سواء كانوا داخل محافظة الديوانية أو من خارج المحافظة، وأيضا على مستوى لاعبين المنتخبات. غالبا يعني العروض المغرية التسويقية اللي ممكن تقدمها إلى اللاعبين المحليين أو اللاعبين المنتخبات الوطنية هي ممكن أن تكون يعني مهمة جدا لجلب هؤلاء اللاعبين إلى نادي الديواني، خاصة يعني بعد التعاقدات مع ماكس يولان وليثان كابيسيلي. وايضا يعني مهمه جدا على مستوى خط الدفاع او على مستوى خط الوسط ان تقوم بانتدابات على مستوى اللاعبين الاجانب، يعني اشيع يوم امس انه ممكن هنالك صفقات يعني من الكاميرون او من البرازيل لاعبين وسط ولاعبين دفاع، ايضا هذه ستكون مهمه واضافه، يعني اذا ما تواجد يعني 4 لاعبين محترفين اجانب مع لاعبين محليين يعني بجودة هؤلاء اللاعبين او بمستوى قريب مع هؤلاء اللاعبين، ممكن يعني على نادي الديواني أن يكون منافس
مهم جدا في الموسم الرياضي القادم، وأن تكون طموحاته مشروعة للتنافس على الأرقام أو المراتب المهمة والقريبة من المقدمة على مستوى رياضي. أتمنى أن تكون كل هذه الإحصائيات يعني مهمة جدا، وأن يتعامل معها الجميع باحترافية وخاصة على مستوى الجماهير. أما على مستوى إدارات الأندية والملاك التدريب الخاص بنادي الديوانية، التعامل بشكل احترافي مع هذه الإحصائيات، وأن تكون مهمة جدا في عالم التدريب، بمعنى أن كل هذه الأرقام والتقييمات التي وردت بهذه الحلقة يتعامل معها الملاك التدريبي باحترافية وتوظيفها بالتدريب. أتمنى أن تكون هذه يعني المعلومات مهمة، وأتمنى أن تكون هذه المعلومات وصلت إلى الجميع. وإذا ما عجبك يعني هذه المعلومات وهذه الحلقة، أن تضغط لايك وأن تشترك بالقناة. مع السلامة.